الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس مبارك تدخل يومها 15، والمتظاهرون يعتزمون توسيع حركتهم في مدن أخرى كالإسكندرية والسويس كإجراء لتعجيل رحيل مبارك. الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق عن رفع الرواتب في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين بنسبة 15% في محاولة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن الجميع اعتبر الإجراء مجرد وعود كاذبة. المعارضة أكدت أن أيام حسني مبارك باتت معدودة. وفي ظل هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة تتواصل المحادثات بين الحكومة المصرية وعدد من الأحزاب والشخصيات على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. في الأثناء عادت الحياة تدريجيا إلى شوارع القاهرة والإسكندرية بعد أن تم تخفيف حظر التجول لمدة ساعة واستئناف المراكز التجارية والمصرفية لأنشطتها.